بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي مع الدرس الثامن عشر من دورة تعلم أدبي أنميت من الصفر حتى الاحتراف. وفي الدرس ده إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها ليب سينسينج أو ليب سينك اختصارا، بيحذفوا الـ ING فيقولوا ليب سينسينج أو ليب سينك. في الليب سينك ده هنتكلم عن الليب سينك بإيه، بأحدث طريقة أقرتها شركة أدوبي من في إصدار أدوبي أنميت CC، وهو ليب سينسينج ويز فريم بيكر أو ملتقط الإيه الفريمات. علشان نتكلم بس عن الموضوع، في هنستعين بس في حبة صور كده. هاخد الصورة ديت واجيبها كده للإيه للستيتش. الصورة دي زي ما احنا شايفين جايبين لنا حاجة اللي هي أصوات الإيه، أصوات الحروف اللي بنسميها فونيم. الحرف بالنسبة لنا بالنسبة للأنيميشن عبارة عن جزئين، جزء مسموع وجزء مرئي. الجزء المسموع اللي احنا بنسمعه بالإيه بالأذن، والجزء المرئي اللي احنا بنشوفه بإيه، بنشوفه بعينينا بيتحرك في موضوع الأنيميشن اللي هو الشغل بتاعنا الإيه الأساسي. الجزء المسموع ده تبع الجماعة بتوع الإيه الأوديو، برامج الصوت والحاجات ديت بنسمعه وده بنشوفه. اللي بنسمعه بيسموه الفونيم، جاي من فون اللي هو صوت. اللي احنا بنشوفه اسمه فايزيم، جاي من فيجن او رؤية، حاجة من ايه بنشوفها. طيب يبقى المطلوب مني في الدرس ده ببساطة، عايز كل ما اسمع حرف الاي او اي او الاي اشوف الشكل ده في الفم، او كل ما اسمع حرف ال اشوف الشكل ده. ده موضوع السنسنج او السنكرونايزيشن ببساطة شديدة جدا. يبقى المرئي ده اسمه فايزيم والمسموع اسمه فونيم او فايزيم وفونيم. طيب زي ما احنا شايفين كده، ممكن يكون الفونيم الواحد يكون له فايزم واحد، او ممكن يكون فايزم واحد له اكتر ايه اكتر من فونيم بالشكل ده. فلاقي الفايزم ده له فونيمات كتير كده بالشكل ده اللي هو رقم ايه 4. وده طبعا بيعمل لنا مشكله بالنسبه للجماعه الليب ريدر او الجماعه اللي بيقروا حركه الشفاه، لان حركه شفاه واحده بس بتكون مرتبطه باحرف كتير جدا. في موضوع الليب ريدنج او لوب ريدر ده ما بيكونش دقيق الى حد كبير، خاصه في اللغه العربيه زي ما هنتكلم دلوقتي. يبقى الفونيم والايه والفايزم. الشكل ده حاجه اسمها الفونيم ماوس تشارت، يعني رسمه الفم في الاشكال المختلفه بالنسبه للايه الفونيم. وممكن نسميها الايه الفايزم ماوس تشارت، زي ما احنا شايفين كده. في ممكن ابحث عنها الفونيم ماوس تشارت بالنسبه للايه الجوجل، هيجيب الحاجات ديت. وديت الصوره، صورة من الصور اللي أنا إيه أخدتها، ولو دورت هتلاقي الصورة التانية اللي هي ديت، الصورة التانية اللي أنا اشتغلت عليها. هيها أنا نزلتها زي ما هي بالظبط كده، بس كل الموضوع أنا رقمتها 1 2 3 4، وهتفيدنا في موضوع الأنيميشن زي ما هتشوف دلوقتي. طيب ممكن بدل الفوني ماوس تشارت ممكن نكتب الفايزم تشارت او الفايزم ماوس تشارت، ايه وهيجيب لي نفس الحاجات كده، بس هيكون مركز اكتر على شكل الايه، على شكل الايه، شكل الفم. ده بقى ده الفايزم ماوس تشارت. ممكن تكتب ماوس تشارت بس وخلاص، او ممكن تكتب الليب بوسس او الليب بوزيشن، كلها هيدي لك نفس الحاجات دي. حتى هنا انا كاتب الفايزم تشارت لكن برضه مطلع لي الفوني ماوس تشارت، كلها حاجات بتستخدم بالايه بالتبادل. هم الجماعه الانيميشن ما بيفرقوش كتير ما بين الفونيم والفايزم، هو بالنسبه لهم ايه حاجة واحدة، لكن لو عايز تعرف الفرق فهو زي ما احنا قلناه كده. طيب كان زمان او دلوقتي ناس كتير قوي بيستخدموا حاجة اسمها الكي فريم قاضي. ليه الكي فريم قاضي ده؟ حاجة اكستنشن كده بتنزله بالنسبة لبرنامج ادوبي، ولما بتنزله بتلاقيه موجود في الايه في الويندو، بتخش على الاكستنشن بتلاقيه ايه بتلاقيه موجود. لكن احنا إيه انا مش منزله وبستخدموش، انا بستخدم الكي فريم بيكر اللي هو موجود بيلت ان في قلب برنامج ادوبي انيميت، وزي ما هنتكلم دلوقتي. لو رجعنا تاني للنت، يبقى ده الكي فريم قاضي، ده اشهر حاجه بيستخدموها كتير جدا 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 من الانيميشن على مستوى العالم بيستخدموا الكي فريم قاضي. الكي فريم قاضي مشهور جدا جدا. طيب كان في الاصدارات القديمه بتاع الفلاش، من الفلاش فلاش بروفيشنال سي اس 3 لحد سي اس 6 قبل ما يتلغي خالص الفلاش، كان في حاجه اسمها سمارت ماوس. ايه السمارت ماوس ده او الفم الذكي؟ فالسمارت ماوس ده كان موجود لي 8 اشكال بس بالنسبه لايه لحركه الفم، كانوا دول موجودين في قبل البرنامج. ايه وكنت ممكن تقدر ايه تستخدمه في موضوع الليب ايه سينسينج، لكن شالوه من اول ادوبي انيميت وطلعوا اللي هو الايه الفريم بيكر. لكن كانت ميزه السمارت ماوس ان كانت الرسومات دي موجوده بالفعل، فتقدر انت ايه تركبها على طول، ما انتش محتاج ان انت ترسم.
وده اللي بيعمله الفريم كادي، وده يمكن ده ميزه الفريم كادي عن الايه عن الفريم بيكر. لكن الفريم بيكر بالنسبه للمحترفين لا، اكتر دقه، لان انت بترسم الحاجات اللي انت عايزها مره واحده، وبعد كده خلاص الموضوع ايه بيكونش فيه مشكله. كان زمان كان في موضوع الكوماندز، كنت بتلاقي هنا حاجه اسمها سمارت ماوس اكستنشن، وحاجه اسمها فريم سينك اكستنشن، دلوقتي طبعا ما عادوش موجودين بالنسبه للايه للانمي. بالنسبه للكي فريم كادي بينزل مجاني دلوقتي بالنسبة للسي اس، السي اس هي الفلاش بروفيشنال سي اس 3 ولحد 6 بينزل مجاني، لكن لو هستخدمه بالنسبة للانيميت ممكن تستخدمه ترايل وبعد كده ايه تشتري. سمارت ماوس طبعا ما عادش موجود بالنسبة لموضوع الايه الانيميت، لو عايز تجربه نزل السي اس 6 مثلا وهو موجود فيه بشكل كويس جدا. طيب موضوع الفريم والفايزم احنا بنركز فيه على 4 حاجات اساسيين، اللي هو الشفه الابر ليب واللور ليب، الشفه العليا والشفه السفلى، والاسنان الابر تيث واللور تيث العلويه والسفليه، واللسان شكل اللسان بالنسبه للايه للحرف، وبقيه تجويف الفم. يعني مثلا ممكن هنا يكون تجويف الفم باين وجزء من الاسنان بس، ممكن يكون تجويف الفم بس باين مش باين الاسنان خالص، يعني على حسب، ممكن يكون الشفايف بس هي اللي باينه. لكن هم دول الاربعه اللي احنا بناكد فيهم او بناكد عليهم بالنسبه لنا في موضوع الليب سنسنج. طيب في موضوع الليب سنسنج ده تقول لي طيب والله ده الليب سنسنج، لكن في حروف متكرره، يعني مثلا حرف الاي تلاقيه هنا وتلاقيه هنا، هقول لك ده الشورت فاول او الحرف القصير، وده اللونج فاول او الاي اي الاي الطويل، هو بيقول على اي فالفم بيتمد شويه كده، غير الاي والاي والاي بيتحطوا 3 مع بعض نفس الايه نفس الشكل، يبقى ده شورت وده ايه وده لونج. هتلاقي ملاحظه تانية ان حرف الاتش مثلا مش موجود، يعني ممكن تعمل له اي شكل، ممكن تستخدمه زي حرف الاو كده، لكن هو ملوش ايه فايزم محدد، لكن هو بيطلع كهواء كده من الفم بالعوم، يعني من الحنجره للفم بملء الفم كل حاجه كده، فملوش فايزم محدد بالنسبه للايه للشفه يعني. طيب ده بالنسبه لايه للتشارت ده. طبعا ده في تشارت تانية ديت اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، اللي كانت شركه ادوب مقرها قبل كده، هو 8 بس ماشي، او 7 اساسيين مع الفم الايه المغلق مع الام والاي والبي، فيها شبه كبير قوي من ديت، لكن مختلفين، ما تقدرش تقول مين الصح ومين الايه الغلط، ديت كل شيء له طريقه، واستخدم التشارت اللي انت عايزه. طيب تقول لي دي حاجات بالنسبه للغه الانجليزيه، الموقف بتاعنا بالنسبه للغه العربيه ايه؟ هنجيب الشكل ده، ده الشكل ده بتاع مخارج الحروف بالنسبه للغه العربيه اللي بيدرسوه علماء التجويد او بيدرسوه بتاع اللغه العربيه، وطبعا زي ما انت شايف كده التقسيمه بتاعتهم تقسيمه طويله عريضه كده، مقسم للايه الحلق، حروف الحلق اللي هو 6 حروف، ألف فهاء وعين حاء ثم غين خاء مهملتين، أو زي ما بيسماها كل نظام له تسمية، أقصر حلق وسط الحلق وأدنى الحلق، وبعدين أقصر لسان، وبعدين وسط اللسان، وبعدين طرف اللسان مع أطراف السنايا، طرف اللسان مع أصول السنايا، وبعدين الشفة، وبعدين الخيشوم. إن هم تفصيلات كتير مش هتفيدنا إحنا في حاجة دلوقتي، إحنا عايزين بس الحاجات بتاع الشفة. وزي ما أنت شايف كده هي الواو والباء والميم والفاء زيها زي اللغة الإنجليزية تقريبا، لكن بقيه الحروف ملهاش ايه ملهاش فايزين محدد بالنسبه لنا في اللغه العربيه، او ما حدش اهتم ان هو يرسمها، على اساس ان احنا يعني مش متقدمين قوي في موضوع الايه الانيميشن، وبيعتمد على اللغه الانجليزيه وخلاص. تقول طب في حروف زي الغين والخاء والعين والحاء، الغين والخاء والحاء مثلا والعين اللي هي حروف الحلق ديت مش موجوده بالنسبه للغه الايه اللغه الانجليزيه، فاقول لك والله هي موجوده في الحلق، يعني مش هتفرق معايا، انا اللي يلزمني الجزء اللي هو موجود هنا، ولو عايز استخدم لها واعمل لها حاجه يبقى استخدم لها الحاجات شبيهة لها باللغة الإنجليزية، وعن الموضوع بسيط وفيه سعة كبيرة يعني. لكن التفاصيل بتاع علماء التجويد دول عندنا ما احناش محتاجينها خالص بالنسبة للغة الإنجليزية، وعشان كده احنا نعتمد على الشرط بتاع اللغة الإنجليزية زي ما احنا هنقول دلوقتي. طبعا انا ركمت الفريمات ده عشان هيفيدنا في موضوع الانيميشن زي ما ايه هنقول. اللي احنا هنستخدمه دلوقتي عايز نستخدم حاجة اسمها الكي فريم بيكر او الفريم بيكر، هو اسمه فريم بيكر مش كي فريم بيكر، معلق معايا موضوع الكي فريم قاضي. طيب الفريم بيكر اهو، لو جيت شغلت الفريم بيكر هلاقيه ايه فاضي بالشكل ده. عشان اشتغل على الفريم بيكر ده انا ليا حاجات محدده لازم ايه لازم نعملها. الاول انا هخلي هسيب الطبقه ديت موجوده كده ماشي، او ايه احذفها خالص، او ممكن اسميها جايد واسيبها، لكن انا عايز ارسم كده فهحذف ديت برضو الصوره ديت. هناخد الفريم بيكر ده كده وهحطه هنا في الدق ده او الرصيف ده،
طيب الصورة ديت هحذفها عشان ده هستخدمها كجايد بالنسبة لي، فهكبرها كده بالشكل ده علشان تبقى ايه جايد بالنسبة لي. علشان استخدم الكي فريم بيكر، شوف الكي فريم بيكر تاني فاضي اهوت، ما فيش اي ايه اي حاجة. علشان يظهر بالنسبة لي هاجي اخد ايه ارسم كده اي حاجة، طبعا اخد جايد بالنسبة لي، اخد الفرشة واللون الاحمر هو زي ما هو، وابدأ ان انا ارسم مثلا ايه الفم بالشكل ده. معلش يعني الرسم مش هيكون دقيق قد كده، بس عشان الوقت. والبنت باقي الطول، واخد برضو الفرشة تاني وباللون الابيض، اخد احدد اللون الابيض عشان احدد بس موضوع الايه الاسنان، والفرشة تاني اهو وارسم كده موضوع الاسنان زي ما هم رسمين كده، بس هحدد اخلي ده بنتي بيهايند زي ما هي معمول كده علشان ارسم على الشفة عادي، ما عنديش مشكلة شكل ده. والاسنان اللي تحت يعني حاجات بسيطة خالص كده. طيب وتجويف الفم هعمله باللون الايه الاسود كده، فاجيب اللون الاسود كده عشان اعمل بيه تجويف الفم عشان يبان لي بياض الاسنان. مش محتاج ان اعمل بياض الاسنان لان الخلفيه اصلا عندي بيضه، فهاجي كده اخد ايه اللون الاسود مثلا بالشكل ده، واجي هنا البنت باقي الطول طبعا احددها و اعمل لي كده في الاسنان ظاهره. طبعا انا ممكن يعني علشان الدقة، عشان لو حذفت لو غيرت الخلفية اخد اللون الابيض واعمل ده لون ابيض وده لون ابيض وانضفه كده طبعا، بس مش باين عشان الخلفية بيض. فده الشكل الاولاني. تعالى نفتح كده الفريم بيكر، هلاقي الفريم بيكر برضو ولا هو هنا ما تأثرش بأي حاجة رغم ان انا رسمت فريم اهو. هنقول بقى المعلومة المهمة جدا ان الفريم بيكر ده ما بيشتغلش الا على السيمبل، وبالذات الجرافيك سيمبل، يعني ما بيشتغلش مع الموفي كليب ولا بيشتغل مع الباتون. فعلشان نبدأ نشغل الفريم بيكر يبقى هحدد ده كده و F8 من الكيبورد، وحدد ان انا اي جرافيك سيمبل. ليه ما ينفعش الموفي كليب؟ هقول الموفي كليب ده احنا السيمبل كله له تايم لاين داخلي وتايم لاين خارجي، لكن زي ما اتفقنا قبل كده ان الموفي كليب بيشتغل التايم لاين الداخلي بتاعه بيشتغل، ملوش دعوه خالص بالتايم لاين الايه الخارجي، بيشتغل في كل الاحوال وزي منه ايه الباتون. انما الجرافيك سيمبل مرتبط بالتايم لاين الايه التايم لاين الخارجي. واحنا طبعا هنعمل موضوع الانيميشن او السنسنج على التايم لاين الخارجي، فهو الجرافيك بس هو اللي هيكون مطلوب بالنسبه لنا، وما ينفعش اصلا الفريم بيكر يشتغل على ايه على غيره. لو عملت اوكي هفتح بقى كده هلاقيه جاب لي الايه الشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز استخدم موضوع التايم لاين الداخلي وارسم فيه اللي انا ايه اللي احنا عايزينه. هدخل بقى جوه الايه جوه الجرافيك سيمبل ده وابدا ارسم هنا الاشكال المختلفه. في فريم رقم 2 هضيف كده ايه F7 يعني ايه بلانك كي فريم F7، واشغل الاونيون سكان ده وابدا ارسم ايه الشكل الثاني. هجيب بس الجايد بالنسبه لي انا اللي هو بتاع حرف ال L ده او اللي هو الاثنين ده، وارسم زي ما رسمنا قبل كده ادا الفرشه وادا اللون الاحمر اللي بنرسم بيه وشكل الايه الشفاء كده. هاخد البنت باقي الطول واعمل في الأمل ده، وموضوع الأسنان هغير اللون هجيبه اللون الأبيض، وأتأكد بس إن الفرشة شغل الفرشة وبنت بيهايند برضو عشان أرسم كده براحتي موضوع الأسنان. أبدأ من هنا وبرضو الأسنان اللي تحت بانت هنا أكتر ظاهرة أكتر شوية من اللي كان قبل كده، وتجويف الفم بدأ يظهر فيه اللسان، فأخد للسان لون يعني فاتح شوية وليكن اللون ده، وهحدد كده موضوع اللسان. طبعا أنا برسم بنت بهايند فمش هاممني.
أجي أعمل موضوع الملء بالنسبة لنا بانطباق الطول أو بالشكل ده، هنا أعمل تجويف الفم بقى باللون الإيه الأسود، أغير ده كده أجيب اللون ده كده وده كده، وبقية الأسنان طبعا هنا يفرق معايا إن إحنا نخليها باللون الأبيض كده كده. طيب يبقى ده اللي هو الفريم الثاني، وبعدين اف 7 برضو. يعني انا برسم ده مش تضييع وقت والله ولا حاجه، بس عايز هشتغل عليها دلوقتي، فانا برسمهم عشان اشتغل عليهم، لكن انا مجهزهم دلوقتي هنشتغل عليهم بتفصيل وبدقه اكتر من كده كتير. نفس النظام، ادا الفرشه وهنا اللون الاحمر كده، وهاخد اللي هو بتاع الايه بتاع الاو بالشكل ده اهو تقريبا دايرة نفس نظام البنت باقي الطول، وألون والأسنان بس العلوية هي اللي باينة بالنسبة لي، فرشة وبنت بيهايند طبعا. وبقيت تجويف الفم هيكون مقفول أسود أسود، حدده أسود، وأخد البنت طبق الطول بالشكل ده، وأحدد ده أبيض تاني. طيب ده الشكل رقم 3. F7 تاني من الكيبورد، وأرسم رقم 4 اللي هو فيه فونيمز كتير كده بالشكل ده، هرسمه أدى الفرشة تاني وأغير اللون للون الأحمر، وأبدأ إيه هرسم ده بالشكل دوت. زي ما قلنا أنا مش مهم بالنسبة للدقة دلوقتي، البنت باقي الطول عملنا ده. وهاجي تاني عشان تجويف التجويف هنا اللسان مش باين خالص، هرسم بس الأسنان، أغير ده للون الأبيض، وبنت بيهايند طبعا على الفرشة. واللي تحت زيها، لو خدت الفرشة هعمل ده أبيض وده أبيض هيبانوا بالشكل ده. التجويف هعمله باللون الايه الاسود، خد ده اللون الاسود، ده الفرشة كده بالنسبة لي. معلش البنت باقي الطول. طيب انا رسمت 4 فريم بس هشتغل عليهم بس عشان ايه موضوع بالنسبة لي. شوف كده انا لو جيت هنا على الكي فريم بيكر هلاقيه برضه ما جابش حاجة، ليه؟ لان انا شغال على فريم، هو لازم يشتغل على موفي، على معلش على الجرافيك سيمبل. هطلع كده على السيمبل من بره، هنا عند السيمبل من بره هاجي اشوف كده هل ايه الاربعه ظهرين. هشرح بقى الايه الفريم بيكر. الفريم بيكر اولا علشان نستخدمه احنا هنعمل الانيميشن بتاعنا او السنسنج على التايم لاين الخارجي ده، فالتايم لاين الخارجي ده لازم اكون واقف على الايه على الجرافيك سيمبل عشان ايه يبانوا بالشكل اللي هيكون واضح قدامنا ده. طيب في حاجات اساسيه لازم نعملها علشان ايه الفريم بيكر يشتغل معانا. اول حاجه ما ينفعش يكون دي لوب. ليه لوب؟ لان لوب ده بالنسبه له هيعرض كل اللي موجودين في قلب الجرافيك سيمبل في لوب ايه لا ينتهي. شوف كده انا عايز اوضح بس حته ان هو مرتبط بالتايم لاين. شوف انا بره مش ضايف اي فريمات، فلو جيت عملت كنترول انتر كده شوف الفيلم اللي بالنسبه لنا مش هيظهر حاجه، هو هيقف عند الفريم الاولاني. طيب علشان يعمل الموضوع ده هاجي مثلا عند ايه وليكن الفريم رقم 75 كده بالشكل ده كده، واضيف اف 5 من الكيبورد علشان اعمل امتداد. شوف كده انا عم كده عملت تايم لاين خارجي، شوف هيبدا ان هو ايه يشتغل كنترول انتر هيبدا، بس شوف سريع سريع جدا عامل لي ايه لوب. الفريم بيكر عامل لي ايه هنا لوب. انا عايز بقى ايه اغير موضوع اللوب ده، لازم اعمل ما ينفعش بلاي وانس مره واحده لانه هيشغله مره واحده وهيقف. يعني لو عملت بلاي وانس نفس النظام، معلش الكلام ده طبعا قلناه قبل كده بس للتوضيح، فيشغلهم مره واحده طبعا في جزء قليل جدا وبعد كده ايه هيقف. انما احنا عايزين ان هو سنجل فريم،
سنجل فريم هتتضح الفكره دي دلوقتي. طبعا ده بصغر او كبر منه الايه الفريمات اللي موجوده عندي بالشكل ده، وهنا طبعا هنا ممكن ازورها في صوره ليستا بالشكل ده، او ازورها بنسبه ايه سامبنيل بالشكل ده. طيب ايه حته موضوع الايه الاول فريم ديت؟ هنا الاول فريم لو كنا غيرتها كي فريم، طبعا انا عامل لهم كلهم كي فريم، فكل الفريم فيها كي فريم، فما فيش فرق بين الاثنين. المشكله بالنسبه لنا بالنسبه للليبلز، شوف لو ضغطت على الليبلز مش هيجيب لي اي حاجه. ايه مشكله الليبلز ده؟ هنخش نشرحها جوه الايه الجرافيك سيمبل دلوقتي، حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا، خاصة مع موضوع الايه الاكشن سكريبت. يعني لو هنتكلم على الاكشن سكريبت، انا كده ما عدتش محتاج الايه الاونيون سكين هلغيه. لو جيت وقفت على الفريم الاولاني كده ورحت على البروبرتي انسبكتور وشفت، هلاقي حاجة اسمها ايه الليبل. ايه الليبل؟ الليبل ده ان ممكن تعمل الفريم بدل ما هو برقمه، يعني ده الفريم رقم واحد، لو غيرت الفريم ده في اي مكان تاني هيحصل لي خلل بالنسبه للغه اكشن سكريبت، لان الاكشن سكريبت انا بعمل الشغل مثلا على رقم الفريم. فانا عشان اخلص من المشكله ده انا اسمي الفريم، اعمله ليبلز او تسميه او وسم كده، فهسمي مثلا الفريم ده وليكن ايه حرف الايه. شوف هنا لو جيت بره كده هلاقيه حط حرف الايه، هنا ظهر ايه بالنسبه لي بالنسبه للفريم ده. لو جيت على الفريم رقم 2 برضه نفس النظام، وقفت عليه اضيف له ليبلز، هخليه بحرف البي مثلا وانتر، وهنا نفس النظام 3 واعمل حرف الايه حرف السي، معلش حرف السي، طيب هنا انا عملت الثلاثه، سبت الرابع ده من غير ما اعمل له ايه ليبل عشان بس ايه يبان الفرق. طبعا هنا برضو الفريم بيكر مش هيشتغل. لو رحنا بقى للايه الجرافيك سيمبل كده من بره، تعالى شوف الفريم بيكر مع الليبل ظهر لي الثلاثه اللي انا عملت لهم ليبل، ده ايه وبي وسي. وانا ده مهم بالنسبه لنا ان الفريم ده اسمه ايه، يعني انقله في اي مكان على التايم لاين هو ايه. انما بالنسبه لو نقلته مثلا في الفريم رقم 5 كده اختل خالص، هيعمل لي مشكله بالنسبه للاكشن سكريبت زي ما اتكلمنا قبل كده، او هنبقى نتكلم عن الاكشن سكريبت ان شاء الله بتفصيل اكتر كتير بعد كده. فده الليبلز ان انا اعمل لهم ايه ليبلز. شوف كده لو غيرت الاول كي فريم هيجيب لي الرابع اللي هو ملوش ليبلز، انما دول عملتهم ليبل ايه وبي وايه وسي. ليبلز دي يعني تسميه او علامات او وسم علشان استخدمها بالنسبه للاكشن سكريبت وتسهل لي الموضوع كتير. في ناس بيستخدموا الليبلز ديت على اساس ان هو يعني ايه حاجه جايد بالنسبه للحرف، يعني الاولاني ده هعمله حرف الايه الايه على اساس ان هو الايه او الاي او الاي، والتاني مثلا ممكن بدل البي اسميه ال على اساس ان هو بتاع حرف ال بشكل اساسي، والتالت ديت الحروف اللي هو الكي والاس وبقيه الايه الحروف الكتير اللي موجود، لا التالت ده اللي هو بتاع حرف الاو، والرابع ده بتاع الكي والاس والال وحاجات كده والان ومجموعه حروف. فانا بكتب حرف كده كجايد بالنسبه لي استخدمه بدل الايه بدل الليبلز. اللي كانت شركه ادوبي لو رجعنا كده للاختصارات، شركه ادوبي كانت عاملانها كانت عاملاهم كده ايه والاو والاي والاس والال والام والاف، كانت بتستخدم دول عشان نستخدمهم كليبلز، يبقى الموضوع سهل بالنسبه لي. فانا عارف الايه والمجموعه بتاعتها اللي هو زي ما هي عملت كده، فقالت لك ايه انت اعرف الايه واعرف ان الايه مع الاي الاثنين مع بعض، والاو واليو والدبليو والار الاثنين مع بعض، وحاطط لك الدبليو والار كده لان الموضوع محل خلاف، والاي والحاجات بتاعتها والاس برضو والايه والحاجات ايه بتاعتها والال والام والاف. وبرضو هتلاحظ ان ما فيش حد منهم جاب لحرف الاتش لانه ايه بيسموه حرف ايه هوائي كده ايه مالوش حاجه محدده. نرجع تاني لادوبي انيميت بتاعنا، واحنا كده عايزين ايه نشتغل بقى على الكي فريم ايه على الكي فريم بيكر. الكي فريم بيكر احنا ممكن نغير اسم اللير ده مثلا ما لبسن سنج، لكن مش مشكله. هنفتح الايه الكي فريم مش هنقيه متنشط، يبقى لازم نقف على الايه على على دوت كده، لازم اقف على ده، وعشان ما يختفيش كل شويه كل ما ابدا اشتغل انا هفصله كده واخليه موجود ايه في جنب كده بالنسبه لنا، معلش واخليه موجود هنا كده ماشي، وده اصغر حاجه حجمه بالنسبه له. طيب جميل، انا علشان اعمل طبعا قلنا اول حاجه لازم ده يكون ايه سنجل فريم، هاجي اقف على اي مكان بقى كده، شوف هم كانوا كلهم بيشتغلوا، معلش هعمل لسه كنترول انتر، شوف كانوا بيشتغلوا بيتعرضوا كلهم ايه، لكن هو كده سنجل فريم، اعمل لي فريم واحد بس. طيب هنقفل ده كده
وابدا بقى اعمل السنسنج بتاعي. انا هقف على ده كده واحدده، هاجي عند الفريم مثلا رقم 5 وايه، واحط الفريم الاولاني. شوف انا نشط اختيار اللي هو الكريت كي فريم، يعني هو هيعمل لي كي فريم ويحط لي الرسمه اللي انا هضغط عليها، مش محتاج ان انا اضغط بقى اف 6 او اف 7 او الكلام ده، لا هو هيعمل لي كي فريم ويضيف لي الرسمه على طول. فانا عند 5 هضيف هنا ده واحد كي فريم ايه، رقم واحد. ليه هو ما ضافش؟ ليه ما ضافليش الكي فريم رقم واحد؟ لان رقم واحد هو اللي موجود قبل كده، فهو موجود في كل ده، من عامل امتداد، فلما اجي اضغط على واحد بالذات ما يشتغلش، لان هو اللي قبل منه. ودي معلومه مهمه عشان بس ايه، ما نقولش هو ليه ما بيشتغلش او البرنامج بيهنج. لا، هو البرنامج مش مهنج ولا حاجه، هو الاولاني ده هو اللي موجود في كل ده، انا عامل له امتداد، فلو جيت الاولاني بالذات مش هيستجيب، انما الثاني هتلاقيه استجاب اهوت وعمل الكي فريم. ولو جيت هنا عايز اجيب الاولاني تاني مثلا، لا مفيش مشكله بالنسبه لي، اقدر اجيب الاولاني تاني. وهنا مثلا اقدر اجيب ايه، رقم 3، هنا ممكن اجيب رقم 4، هنا ممكن اجيب طبعا على حسب الصوت زي ما هنتكلم دلوقتي. هنا معلش هاخد كي فريم واحد، وهنجيب الاخير ده واحط مثلا ده. طيب دول كده لو جينا ايه نعمل كنترول انتر بقى بالنسبة لنا. فده ايه، يبقى ده موضوع الايه، كي فريم ايه، كي فريم ايه بيكر. علشان نوضح الموضوع ده بقى، او عايزين نربط الشكل ده بالاوديو، هنتكلم شوية عن موضوع الاوديو. انا طبعا ايه جايب الرسمة اللي احنا كنا اشتغلنا عنها قبل كده، اشتغلنا عليها قبل كده في الاي بلينك، وفيها الحاجات ديت، وعملت اشكال الماوس ال 12، وعملت واحد زيادة كمان 13 اللي هو الفم الايه المغلق خالص بدون في حالة الصمت يعني او السايلنت. طيب لو جيت وقفت كده على ده وحددته، شوف لما وقفت على الجرافيك ده، ده جاب لي ايه كل الحاجات اللي موجوده في قلب الجرافيك. بس خد بالك، ده فيك. يعني ايه فيك؟ الجرافيك بتاع الفيس ده زي ما احنا عملنا قبل كده، في جواه جرافيكس، تو جرافيكس للاي وجرافيك بالنسبه للماوس. والكي فريم بيكر او الفريم بيكر ما بيشتغلش على الجرافيك لما يكون جواه جرافيك، لان هو بيلتقط الفريمات لكن ما يقدرش يلتقط الجرافيكس اللي جوه جرافيكس. فايه، طب تقول لي اشمعنى ده قلت عليه فيك ليه؟ ما هو جابهم لهوت وحس بيه وقراه. هقول لك هو حس بيه وقراه، بس تعال نطبق كده. لو جينا مثلا وقفنا على ده كده هتلاقيه اختفى تمام، لو جينا وقفنا هنا برضه اختفى، اختفى ما فيش، مش موجود. هنا نفس النظام اختفى مش موجود. فده ما ينفعش يشتغل على جرافيك قلب، في قلب منه ايه، في قلب منه جرافيك. لازم نعرف المعلومه ديت عشان ما نتعبش فيها ونقول ان في مشكله بالنسبه للبرنامج. البرنامج ما فيش مشكله، هي دي الحاجات اللي هم ضبطوها ايه عليه، لان هو فريم بيكر فبيلتقط الفريمات مش الجرافيك سيمبلز اللي موجود. يبقى علشان نشتغل على الشكل ده هندخل ايه جواه، دبل كليك كده، دبل كليك، وطبعا وصلنا على موضوع الايه، الماوس اللي انا عامل ده اللب تحت اهوت، والايس اللي هو الجرافيك سيمبلز بتاع الايس فوق، وده اللب ايه موجود بالنسبه لنا تحت اهو. اللب زي ما احنا شايفين كده، اللب انا حاطط فيها ايه الفريمات ايه جواها. يعني لو دخلت جوه اللب نفسها كده اهوت، هلاقينا انا حاطط ال 12 كي فريم هنا، وحاطط عامل طبقه وعامل فيها اللي هو بتاع حاله الايه السايلنت الايه لوحدها بالشكل ده، بالشكل ده. فلو جينا تراجعنا شوية كده بالنسبة للسيمبل بتاع الماوس بالشكل ده، هو موجودين. اقدر اعمل بقى سينكرونايزيشن، فاعمل سينكرونايزيشن نفس الشكل اللي احنا كنا عملنا قبل كده، بس انا عايز اجيب ايه اوديو واضيفه هنا علشان اعمل ليه سينكرونايزيشن، واتكلم عن بقية الحاجات السكيلز اللي احنا محتاجين احنا نتعلمها. فهدخل على فايل واجيب امبورت، انا عامل امبورت لايبرري في اوديو عامله مخصوص للموضوع ده، هو انا عامله بصوتي ومحوله لصوت في ميل عشان يتناسب مع الصوره دوت على برنامج الادوبي اوديشن. المهم فتحناه، اوكي ما فيش مشكله. هاجي على الايه لايبرري بقى موجود عندي الاوديو اهو. علشان اعمل موضوع الاوديو هضيف له لير، هو طبعا اقدر اضيفه على اي لير من ديت، بس يفضل عشان تنظيم العمل بتاعنا ان دبل كليك كده عليه واكتب ايه اوديو برده عشان يبقى اوديو واضح بالنسبه لي. انتر ماشي. هاجي بالنسبه للاوديو دوت وهقف على الفريم الاولاني كده بالك، وهسحب الاوديو ده واحطه للستيج.
شوف هو ظهر كده بالنسبه لي. طيب لو ما ظهرش هتلاقي انت، يبقى انت ما عملتش اكستنشن، يبقى اعمل اكستنشن للفريمات باف 5 هتلاقيه ان هو ايه ظهر بالنسبه لنا. تعالى كده لما نشوف، اعمل سكرابنج كده اهوت، ظاهر معايا لحد الايه لحد الاخر. اجيب اول فريم من هنا كده. طيب تعالى احنا عايزين بس نعمل اديتنج بالنسبه له، او اديت للصوت، فاقف عليه على اي فريم. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقات قبل كده، لكن هنقول الحاجات الاساسيه بالنسبه لنا بالنسبه للدرس ده بس. لما وقفت عليه كده واجيب الايه البروبرتي انسبكتور، وهلاقي حاجه مهمه جدا لازم نعملها، اللي هي الايه الستريم في السينك اللي هو سنكرونايزيشن. احنا اساسا هنا بنتكلم على موضوع الايه السنكرونايزيشن، فهاجي على موضوع السنكرونايزيشن ولازم يكون ستريم. ليه ستريم؟ علشان لما اعمل كده احرك المؤشر الماوس كده بالنسبه لي، او كل ما اشغل يبدا يشتغل ايه معايا واسمع الصوت. شوف كده الصوت مسموع بالنسبه لنا، انما وقفت انا عليه كده. انما انا لو غيرت موضوع الستريم ده وعملت ايفنت مثلا، لا الصوت مش هيظهر بالنسبه لي. هيظهر بالنسبه لي مثلا لما لو كنت عامل في اكشن سكريبت اللي هو بطن ولا حاجه، كل ما اضغط عليه كل ما يحصل ايفنت جديد او حدث جديد هيشتغل، لكن غير كده ايه ويتكرر مع كل حدث، فيعمل لي مشكله كتير كبيره جدا اللي هو الايه الايفنت ده. فالستريم بالنسبه لنا طبعا هو الايه الافضل. وباين طبعا موضوع الستارت والستوب مع البدايه والنهايه، بس معانينا ما فيش مشكله. المهم ان احنا عايزين ايه، عايزين ستريم، ودي مهمه جدا لازم ايه ناخد بالنا منها. طيب الحاجه اللي بعد كده موضوع الافكتس، هو عامل نم. لا انا عايز هنا اجي هنا بالنسبه للايديت ساوند، عايز احذف. شوف الجزء اللي هو الفاضي ده، ركز معايا هنا الجزء الفاضي، هاجي كده على الايه على البار ده واسحبه كده لحد البدايه كده. شوف هل ايه قطع لي كل ده. طبعا من هنا ممكن احول الايه، هو كده جايب لي زمن اللي هو ده اللي هو الزمن، ممكن اخليه ايه يجيب لي الفريمات، او ممكن الزمن ممكن اصغر هنا لحد ما اجيبهم كلهم كده، او ممكن ايه اكبر. ولو عايز احذف حاجات من النهايه كده بالشكل ده، اما بقى لو عايز احذف من النص او اضيف اعمل تغييرات او اي حاجه اكتر من كده، فطبعا لازم اروح لبرنامج ادوب اديشن او اي برامج تانية من ايه من برامج إيه الصوت. طيب اعمل اوكي ولاحظ ان التغيير اللي هيحصل، حذف لي الحاجات اللي كانت موجوده في الايه في البدايه، اضغط على ده عشان اجيب الفريمات اجيب ايه من الاول. طيب كده احنا ظبطنا موضوع الايه الصوت. هنعمل بقى موضوع الايه الليب سنسنج اللي هي الحاجه الاهم بالنسبه لنا. هشغل وابدا اعمل، ان لازم اقف طبعا على الايه على ده عشان يجيب لي الحاجات بتاعتنا كده. طيب هبدا اشغل، بتقول لما شفتك، ها كده لما هنيجي هنا على الاولاني ده ونحط ايه لما معلش، هنجيب بقى ده واجيب الجايد بتاعي تاني كده موجود قدامي هنا اهو. لما اللي هو اجيب حرف اللام اللي هو زي حرف ال في اللغه الانجليزيه اللي هو 2، فانا عايز الكي فريم رقم ايه 2 هو اللي يكون موجود هنا، مش هيظهر طبعا لان كان في فريم هنا قبل كده. هاجي هنا لما شفتك هنا تقريبا ايه قالت حرف الشين، فحرف الشين ده بالنسبه لنا اللي هو هنا اللي هو سي اتش او الاس اتش، في الكي فريم رقم 12. هصغر الفريمات شويه عشان يبانوا كلهم قدامي كده. انا هاخد ده كي فريم رقم 12، خد بالك انا منشط كرييت كي فريم عشان يضيف على طول لما اشوف. بعد كده هنا هنضيف حرف الفاء مثلا، يعني تقريبا كده علشان بس ما ناخدش وقت. الاف انا بس عايز اعلمك الطريقه اللي بيشتغلوا بيها او بنشتغل بيها. خمسه اللي هو الاف، هاجي على ايه على خمسه ده واضيف ده بالشكل ده. لما اشوف تك هنا حرف التي مثلا، هل ايه هنا اللي هو ايه اربعه، وبعدين ايه حرف الكاف هنا برضو الرقم 4. خد بالك انا لو جيت اضيف رقم 4 تاني اللي قبل منه 4 مش هينضاف، يعني انا جيت اضيف 4 كده مش هتلاقيه ايه بيضيف. يبقى خلاص هنيجي هنا عندي ايه قلبي الكاف برضو هتلاقيه نفس النظام، مش هينفع ان هو ايه يضيف لنا ده لان هو الموجود كل ده موجود فيه الايه الكاف، لان احنا عاملين ايه عاملين اكستنشن، فاخر واحد ممتد لحد الايه ممتد لحد الايه الاخر. قلبي هنجيب اللام تاني اللي هو 2، فاضغط على 2 ده بالشكل ده. قلبي ها هنجيب هنا ايه الدي او التي هنا اللي هو رقم 4، يبقى نضيف هنا رقم 4.
ال بي ايه ده؟ دق و دق و الواو او الدبليو من الحاجات ديت اللي هو الدبليو مع الكيو اللي هو 6 ال بي دق الحاء اللي هو مع الاتش مش هنلاقي ليه حاجه ايه محدده، فممكن ايه نجيب نحط له اي حاجه، اي حاجه مش فارق معانا، وليكن ال ال اللي هو 2 ده نضيف له مثلا 2 مش فارق، وحس بي نجيب مثلا ناخد السين، السين مع الاس اللي هو 4، حس بيك نجيب الاي الياء اللي هو الاولاني مع الاي والاي والاي، او بيك لو مديناها شويه تبقى مع الاي اللي هو 9، هنخليها 9 مثلا على سبيل التغيير. طيب هو حس بيك مش اللي هو نيجي عند الاي عند الام، الام ده اللي هو 7 بالنسبه لنا هيكون هنا، حس بيك مش شين عندنا اللي هو رقم 12، ليه الطلبة ديت هنخليها مع الايه مع الايه اللي هو الكيفريم رقم 1، مش عارفة ليه ال ال هنجيب ال ال اللي هو رقم 2، وبعد كده ليه الامتداد ده كله هنخليه كله مع الايه مع الاو، ماشي هقف على هخليه مع الاو اللي هو رقم 3 بالشكل ده، مش عارفه ليه، ونسيبها بقى المتود نشغل. يمكن هنا انا عايز اقول الايه الياء برضو الفريم رقم 1، بعدها الام هنا بالنسبه لنا في الشكل ده ام كده، الام طبعا هنا 7 كي فريم رقم 7، يمكن الحرف الكي هنا بالنسبة لنا رقم 4، 4 يمكن حرف ال L هنا نضيفه اللي هو رقم 2، يمكن العمر العمر ثاني ممكن نحتاج ال M تاني اللي هو 7، العمر ال L تاني لأنه ظاهر أوي في الكلام، يعني بس ناخد الحروف الايه الظاهرة، أو لو حد درس تجويد الحاجات اللي هي المسموعة بس الحروف المسموعة أو الحروف الواضحة أوي اللي هي بتعتمد ليها بيكون ليها حاجات بالنسبة لموضوع الايه الموسيقى، لو حد درس تلحين ولا حاجة احنا اللي بيكون لها تون في الموسيقى، ما علينا يعني عشان بس ما نعقدش الدنيا. يبقى نقفل لا برضو ال L اللي هو رقم 2، طيب عد لا دي هنا دي بالشكل ده هنا كده دي اللي هو رقم 4، وان رقم 4 ده كل يعني لو الحاجة اللي ما تعرفهاش حطها فحط 4 كلها، عد الإدارة دي هنخليها بحرف ال O مثلا عشان بيبقى فيه فتحة الفم شوية، نيجي هنا ونحط بتاع الاو اللي هو رقم 3، يمكن العمر اللي عدى تجمع كان، هنحط الاي حرف الكي اللي هو 4، اسمي كان ناقصني هنجيب هنا الاي الان الان ده بالنسبة لنا هنا برضو رقم 4، طبعا لو جيت اضيف 4 وكان قبل منه 4 مش هيضيف زي ما احنا شايف زي ما انت شايف كده، كان ناقص صاد ممكن اضيف حرف ال اي ده جبنا كان ناقصني تبقى فيها، انا ممكن اضيف هنا حرف الاي الطويلة اللي هو 9 لونج فاول كان ناقصني ايتيب تبقى تي هنا مثلا، هنضيف هنا تي حرف التي بالنسبة لنا مع الحروف الموجودة اللي هو 4، ناقصني تبقى يبقى ال بي هنا ظهرت او الحرف الباء ظهر هنا بشكل قوي حطه اللي هو 7، تبقى في هنا كده المادة ديت كلها نحط لها حرف ال او اللي هو 3، تبقى في في الاف هنا نحطه هنا الاف والفي لهم شكل محدد اللي هو رقم 5، في
في المادة ده طبعا اتفقنا هنحطه مع حرف الايه الاو، او ممكن نضيفه مع الاي اللي هو 9، هنخلي 3 مش مشكلة. تبقى في كده خلصنا، كده خلصنا الايه المزامنة بتاعتنا. لو جينا نتفرج بقى كنترول انتر، شوف ولا كأننا عملنا حاجة، ما استجابش خالص، هو شغال كده لوب. يبقى احنا غلطنا في موضوع اللوب. احنا ما غيرناش، احنا قلنا لازم ده يكون سنجل، فاحنا خليناه ايه، خليناه شغال لوب. كده طبعا مشكلة كبيرة، لان احنا لازم نرجع لكل فريم ونغير. احنا نسينا وخليناها لوب، لازم يكون سنجل فريم. هاجي على كل واحد كده تاني، للأسف معلش ديت غلطة مني، بس مش مشكلة علشان ايه نتعلم. كده سنجل فريم، هقف على كل واحد. طبعا بالأول كان المفروض لو كنت عاملها سنجل فريم كان طبق على كل مرة واحدة، لكن أنا نسيت أو غيرتها على سبيل الخطأ. ماشي كده، مشكلة طبعا يعني ايه، مشكلة كبيرة ان تلغفل. فديت غلطة من الغلطات الشنيعة بصراحة، لان هي بتضيع مجهود كتير. لو ما ظبطتوش من الاول السنجل فريم، هيكون لازم عليك انك تتعذب زي ما انا بتعذب دلوقتي، وتقعد تعملهم واحد واحد. انما لو من الاول كان سنجل كانت المشكلة انتهت. وحتى انت كده لما تعملها برضو مش هتتعمل بالدقة المطلوبة، لأن في حاجات هتنساها، وهي عمدها يعمل لي خلل بالنسبة للبرنامج. فمعلش بقى ايه، انتوا خدوا بالكم من ديت، لازم يبقى سنجل. هو محتاج ان انا اعملها بس بشكل كويس، عشان هنقول عليها ملاحظات تانية. آسف على الإطالة. أيوة خلاص انظبط معانا بالشكل ده، بدأ إن إيه حركة الشفاه تتظبط معايا. شوف لما بدأت، لما سرعت كده هتلاقي في الحتت اللي هي بتسرح فيها، اللي هي إيه حاجات إحنا فوتنا ما عملناهاش سنجل فريم، بقت لوب، فبيسرح كده شوية ويرجع تاني في الإيه في الأماكن. لكن تحديد الكل وإن إحنا نعمل سنجل فريم ما بيشتغلش معانا، هي الحاجات اللي إحنا حولناها بس. طيب عموما اللي لاحظنا معلش تاني، ان انت ما انتش سامع الصوت ده. على فكره انا مشغل، المفروض ان الصوت يظهر، لكن انت ما انتش سامع، احنا مش سامعين الصوت. الصوت ما ظهرش في لما كان نعمل ايه الموفي بتاعنا. علشان الصوت يظهر لابد ان هو يكون موجود بره. احنا كده موجودين في قلب الايه، في قلب الجرافيك سيمبل، في قلب الجرافيك سيمبل بتاع الفيس. فلازم هاخد ده كده الطبقه ديت ماشي، واحطها ايه واطلعها بره تاني بالشكل ده. فهنا يبقى لازم امسح ده، لازم يكون موجود بره، يعني لازم يكون الصوت موجود بره. هضيف له تاني لير اهيت واسميها اوديو. اوديو اوكي، اشغل كده. يمكن العمر اللي عدى، يلا اسمي تبقى فيه. معلش هو الخلل بس شوية في الحاجات، اللي هو الجزء اللي هو بيسرع ده، اللي احنا نسينا ان احنا نعمله سنجل فريم. وطيب كده الصوت بدأ يظهر بالنسبة لنا، برضه هتحس ان الموضوع فيك شوية طبعا، عشان حركة العين اللي هي مش مزامنة. المفروض ان حركة العين برضه بتكون مظبوطة مع حركة الشفايف، والوش كله يكون مظبوط مع حركة الشفايف، وخاصة اللي ورجو يعني الفك السفلي ده. يعني عشان بس الإطالة كان المفروض ادخل واحطه في لير لوحده، واخليه لما الفم يتفتح ايه اللي ورجو ينزل لتحت شوية.